الجميع. إذن مشاهدينا الكرام، في هذا اللقاء ينضم معنا عبر الهاتف الآن مراسلة أون لايف كريستين من أمام الأهرامات. مرحبا بك كريستين. مرحبا، نتواجد داخل القاعة التي كان يتواجد خلالها أو داخلها ليونيل ميسي في زيارة تاريخية داخل الفندق التاريخي أيضا بجوار الأهرامات، طبعا رمز جمهورية مصر العربية. غادر منذ قليل هذه القاعة التي بدأت يعني لحظة بعد الأخرى بأن تخلو تماما من الحضور. كان هناك عدد كبير جدا من محبي وطبعا مسؤولي الدولة لليونيل ميسي، وهذا الحفل العشاء الذي أطلق خلاله الحملة الخاصة بالتصدي لفيروس سي من مصر، جمهورية مصر العربية التي حازت على طبعا تغيير شامل في مركزها بالنسبة لعلاج فيروس سي في الآونة الأخيرة، حتى أصبحت أو صنعت بعض العقارات يعني رخيصة الثمن، يعني لا تتعدى 10% من أسعار الأدوية والعقارات العالمية لعلاج فيروس سي. طبعا هذه الطفرة دعت ميسي للقدوم لهذا المكان والترويج للسياحة العلاجية من داخل جمهورية مصر العربية. كان هناك تكريم على المكان الذي أقف فيه الآن، تكريم لليونيل ميسي طبعا لوجوده في هذا المكان. هناك أيضا تبرعات جمعت من خلال حفل العشاء الذي كان في هذه القاعة. كريستين، من المفترض حديثك أن يعالج 20 كريستين ألف تتحدثين عن جمع العدد أو الكمية من التبرعات، من كان أبرز الحضور أيضا وهذه التبرعات أيضا؟ نعم، هناك العديد من الحضور المهمين طبعا من رجال الدولة، هناك عدد كبير من الوزراء كانوا مدعوين لهذا الحفل. طبعا الأستاذ الدكتور أحمد عماد وزير الصحة كان يتواجد في هذا المكان، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، كان هناك عدد كبير من الوزراء، وزير المالية أيضا كان متواجد هنا، هناك عدد من الفنانين كان من المفترض أن يأتوا إلى هذا المكان ولكن لم نشاهد أي من الفنانين. كنا نسمع أن يسرى كانت سوف تتواجد في هذا المكان، أيضا عدد كبير من الفنانين ولكن لم يتواجد أحد منهم. كان هناك عدد من سفراء تور أند كيور، هذه هي الحملة التي أتى على غرارها ميسي إلى الأراضي المصرية. سفراء تور أند كيور كان حازم إمام سفير تور أند كيور في مصر، طبعا حازم إمام بطل نادي الزمالك المعروف والذي لديه عدد كبير من الجمهور. هناك أيضا حسن الشفعي سفير تور أند كيور في مصر، كذلك تامر وجيه رئيس مجلس إدارة شركة برايم فارما والمنظمة والداعية. نعم، لهذا كريستين. الحفل وليونيل ميسي. نعم كريستين، هذه التبرعات التي تحدثت عنها موجهة فقط إلى هذه الحملة الخاصة بعالم خال من فيروس سي أم أنها موجهة إلى وجهات أخرى؟ التبرعات التي جمعت من خلال حفل العشاء بالكامل ستوجه إلى علاج مرضى فيروس سي داخل مصر، وطبعا الوافدين من المرضى من الشرق الأوسط أو العالم كله. الحملة هدفها بشكل عام الترويج للسياحة العلاجية في مصر، والطفرة التي حدثت من العقارات المصرية التي أثبتت نجاحها في الفترة الماضية بشكل كبير. طبعا التبرعات داخل المكان، كان هناك عدد من الطاولات، عددهم 3 تحديدا، كل طاولة بها 10 مقاعد، المقعد الواحد التذكرة تتراوح أو تصل إلى 7500 دولار أمريكي، بإجمالي 75 ألف دولار أمريكي سوف يضاف إلى عدد جمع الإجمالي للتبرعات الخاصة بهذا الحفل، وسوف توجه جميعها إلى علاج مرضى فيروس سي. طيب زميلة مينا، زميلة كريستين، اسمحي لي يعني أسألك سؤال أخير أيضا وأنت متواجدة في القاعة التي شهدت هذه الاحتفالية. هنا منذ قليل كان هناك لقاء عمرو أديب واللاعب الكبير أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي، وتحدث فيه ميسي عن بعض الأمور المهمة جدا التي جذبته إلى أن يأتي إلى مصر، ومنها أنه أيضا درس
تاريخ الحضارة الفرعونية. الآن كيف تبدو الأجواء بعد انتهاء هذه الحفلة؟ وأيضا هل هناك يعني ما يمكن أن يقال استقبالات متعددة، لقاءات أيضا متعددة وخاصة في الناحية الإعلامية مع النجم الأسطورة ميسي؟ نعم حساني، مرحبا بك. نحن نتواجد هنا داخل القاعة، لم نشاهد بالطبع التصريحات الخاصة، لم تكن لنا الفرصة لنشاهد التصريحات الخاصة مع الإعلامي عمرو أديب الخاصة بليونيل ميسي، ولكن دعني أقول لك وأشرح لك ما كان يتواجد داخل هذه القاعة خلال تواجد الأسطورة ليونيل ميسي، يعني الذي رحب به العديد والكثير من المتواجدين داخل هذه القاعة. طبعا هناك كان يعني شغف كبير للتصوير معه، حتى أن بعد الحفلة مباشرة كان هناك طبعا هرج يعني ويعني تصوير مع الصور في الخلفيات الخاصة بليونيل ميسي. هناك أيضا كان عدد كبير من محبي المتابعين لأخبار ميسي داخل هذا الحفل، لم تسنح لنا الفرصة لسماع كلمات هنا داخل القاعة، لم يكن هناك أي كلمة لليونيل ميسي، وفقط حفل عشاء وتم تكريمه داخل هذه القاعة. نعم زميلة كريستين، يعني دعيني ابقي معي أيضا لأن هو على الجانب الآخر ينضم إليه مباشرة من داخل أيضا مينا هاوس، مينا مكرم. مينا، ونحن نتحدث معك الآن، انتهت الاحتفالية، كيف بدأت الأجواء في بداية الاحتفالية للترحيب بالنجم العالمي، أيضا بالترحيب بالمتواجدين من الحضور في هذه الاحتفالية الكبيرة جدا، وأيضا كيف هي الأجواء بعد انتهاء هذه الاحتفالية؟ نعم، منذ الصباح وهذا الفندق المستضيف لهذا الحفل الساهر الذي انتهى منذ لحظات قليلة، وهو على أهبة الاستعداد لاستقبال النجم العالمي، نجم الكرة العالمي الأرجنتيني ليونيل ميسي. كان منذ الصباح هناك استعدادات أمنية مكثفة وأيضا أجواء احتفالية واحتفائية شهدها مبنى الفندق وتحديدا قاعة الاحتفالات التي شهدت هذا الحفل الساهر الذي انتهى منذ لحظات بحضور ومشاركة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وبصحبته عدد من رفقائه وأصدقائه، بعد أن اختتموا جولتهم السياحية بمنطقة الأهرامات والتقوا بمعجبين اللاعب الكبير هناك. وهناك أطلق تغريدته من منطقة الأهرامات على موقع تويتر، حيث يتابعه أكثر من مليار شخص، تحدث عن زيارته لمصر وبدء حملته الدعائية لمحاربة مرض التهاب الكبد الوبائي فيروس سي، وبدء الحملة الترويجية للسياحة العلاجية بمصر نحو عالم خال من فيروس سي. الأجواء الاحتفائية أو الاحتفالية منذ الصباح كانت على أهبة الاستعداد في استقبال النجم العالمي، وتم تجهيز القاعة وكافة الممرات التي مر من خلالها النجم العالمي، بداية من منطقة الأهرامات ووصولا إلى هذه القاعة حتى رحيله منذ لحظات. طبعا الجميع كان في تهافت كبير لالتقاط بعض الصور التذكارية معه، وربما الحصول على التوقيع على بعض القمصان الخاصة بنادي برشلونة الأسباني، ولكن طبعا الحراسة المشددة حول النجم العالمي حالت دون الوصول إلى هذا، بعض الصور التذكارية القليلة فقط هي التي تمكن من الحصول عليها بعض الأفراد الذين تواجدوا بهذا الحفل الساهر. يعني هنا مينا، يعني انعكاس هذا الحفل وأيضا النجوم الحاضرون في هذه الاحتفالية الكبيرة جدا، ومدى شعور هذا النجم الكبير ليونيل ميسي بمدى المحبة التي صاحبته في هذه اللحظات، كيف بدأ شعوره أيضا في أنه، وخاصة أنه تحدث على أنه درس مصر من خلال كتب التاريخ، وأنه يعرف الحضارة الفرعونية ويعرف التاريخ المصري منذ فترة طويلة، يعني كيف انعكس ذلك على الألفة والود والمحبة التي صاحبته من خلال وجود هذه الشخصيات البارزة من المجتمع المصري معه في هذه الاحتفالية؟ نعم،
رغم أنه لم يتحدث خلال الحفل، لكن علامات الحفاوة والامتنان ورد فعله من حفاوة الاستقبال التي شهدها بمصر كانت تظهر بشكل كبير على ملامحه وعن سعادته أثناء تواجده بهذا الحفل، خاصة بعد تكريمه من قبل منظمي هذا الحفل والشركة الراعية لهذا الحدث الكبير. يعني كان هناك يعني استعداد كبير وإبداء كبير عفوا لمشاعر الامتنان لهذه الحفاوة الكبيرة التي شهدها من حسن الاستقبال وحسن الضيافة منذ وصوله إلى مصر ومنطقة الأهرامات تحديدا عبر مروحية خاصة، ووصوله إلى قاعة الاحتفالات هذه ومقابلته مع بعض الشخصيات العامة ورجال الدولة، فضلا عن الحضور البارز لرجال السياسة والمشاهير وعالم الرياضة المصريين. كان في مقدمتهم عدد كبير من الوزراء، وزير المالية، وزير الطيران، وزير السياحة، وزيرة القوى، وزيرة الهجرة وشؤون العاملين أو المصريين بالخارج. حضور لافت، بالإضافة طبعا إلى عدد كبير من نجوم كرة القدم ونجوم المنتخب المصري الذين حرصوا على المشاركة في هذه الأمسية الساهرة، وأيضا عدد من سفراء هذه الحملة الترويجية للتوعية بأهمية علاج مرض التهاب الكبد الوبائي فيروس سي، وعدد منهم أيضا مصريين بالفعل يشاركون اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي هذه الحملة الكبيرة حول العالم للترويج حول السياحة العلاجية في مصر، والجميع كان على يعني شعور غامر بالامتنان لما حققته مصر في هذا المجال ووصولها للمركز المرتفع للغاية في علاج فيروس سي. نعم، إذن عندما يقول ميسي في حواره منذ قليل مع عمرو أديب أنه درس في المدرسة موضوعات الحضارة الفرعونية المصرية القديمة وأن مصر هي بلد لها تاريخ كبير، هذا يدل حقيقة على أن مصر وضعت نفسها على خريطة السياحة العلاجية. من داخل فندق مينا هاوس أشكر كريستين رياض وأشكر أيضا مينا مكرم على هذه التغطية، شكرا جزيلا لكم مباشرة.